أحبتي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا محدثكم الأستاذ زياد أبو غوش. في الحقيقة أنا في حيرة من أمري كيف أبدأ في موضوع اليوزتو وكيفية استخدام اليوزتو، لأنه يحتاج إلى وقت أكثر من 5 دقائق. ولاحظت أن بعض الطلاب إذا كان الفيديو يحتاج إلى أكثر من 5 دقائق، فمعنى ذلك أنهم سيصابون بالملل. البعض، أنا أتحدث عن البعض، وأرجو أن لا تصابوا بالملل إن تجاوز الفيديو أكثر من 5 دقائق. كنا نستمع إلى فيديوهات نصف ساعة وساعة وساعة ونصف وساعتين، ورحم الله أيام زمان. على كل حال، لنبدأ الآن كيفية استخدام يوزتو. يوزتو معناها اعتاد على وتعود على. يوزتو معناها اعتاد على وتعود على. صبا used to read English stories، أي معنى هذه الجملة أن صبا تعودت أن تقرأ قصص الإنجليزي، ومعنى ذلك أنها لا تقرأ قصص الإنجليزي الآن ولكن في الماضي. used to و infinitive معناها تعودت على أن. صبا didn't used to read English stories. لاحظ مع didn't هنا يجب أن أضع use، يجب أن أضع use وليس used، هذه دي تحذف مع didn't. أنها لم تتعود على قراءة القصص الإنجليزية في الماضي. My grandfather used to tell us funny stories. هنا أيضا جدي تعود على أن يحدثنا على قصص وروايات مضحكة. إذا هنا used to معناها اعتاد على أو تعود على، وتأتي بعدها اسم أو طبعا يأتي الفعل infinitive مباشرة ومن ثم اسم وحسب واقع الحال. I used to smoke but now I don't. دون أن أضيف هذه العبارة but now I don't، لو قلت I used to smoke معنى ذلك أنني كنت أدخن، أما الآن فأنا لا أدخن. إذا أردت أن أقول أنني أدخن الآن وتعودت على التدخين الآن، يجب أن أقول I am used to smoking. I am used to smoking. أرجو أن تركزوا معي وتتحملوني شوية إذا طال الفيديو عن 5 دقائق، لأن بعض الطلاب يملون إن زاد الفيديو عن 5 دقائق، ولكن نحن بحاجة إلى توضيح ذلك. ماذا نفعل؟ I used to speak more than I listen but now I'm used to listening more than I speak. هنا تعودت على أن أتحدث أكثر مما أسمع أو أستمع، ولكن الآن I am used to listening. هذه الـ I am مع الـ used to وverb ing وverb ing. الآن be used to، ما معنى be used to يا إخواني؟ be used to معناها am is are زائد used to زائد verb زائد ing. am is are زائد used to زائد verb زائد ing، هذا معنى ال be used to. يعني المقصود هنا في ال be هي am is are used to verb ing. كل هذا السطر معناها ال be هذه ال be used to. لنأخذ أمثلة. المقصود بال be هنا هو استخدام am is are و used to verb ing. هنا I used to pray، تعودت أن أصلي ولكني الآن لا أصلي لا سمح الله. I am used to praying، نعم هنا أنا أصلي الآن وتعودت على أن أصلي الآن. He's used to praying، they are used to praying. أختصر الموضوع لكم short cuts. إذا كانت am is are موجودة مع ال used to، فيجب عليك أن تضع verb ing. إذا كانت am is are موجودة مع ال used to، يجب عليك أن تضع verb ing، ومعناها أنك الآن تستخدم وتعودت على هذا العمل. I didn't used to pray. لاحظوا بعد didn't جاء use وليس used، انتبهوا تماما. I didn't used to pray، لم أتعود على الصلاة ولكني الآن تعودت عليها وأصليها الآن. I am used to praying. لاحظ هنا I am وال used to هنا و pray زائد ing. I didn't used to run، ما تعودت أني أركض ولكني الآن تعودت أن أركض إلى آخره. I used to get up early،
I used to get up early. معنى ذلك أنني لم أتعود الآن على الصحو باكرا، ولكني تعودت في الماضي in the past time previously. I'm used to getting up early. I'm used to getting up early. أو getting up early. يعني معناها هذه الأيام these days now at present. إذا هنا لاحظ الآن و get verb ing. معناها تعودت الآن. I'm getting used to. هناك مصطلح نادر الحدوث هو getting used to، يعني عم بعود نفسي، بحاول قدر الإمكان إني أعمل العمل أو النشاط. getting used to، getting used to هذا مصطلح كامل. I'm getting used to getting up. عشان ما تلخبطكمش الgetting هذه اعتبروها waking up بدل getting up. I'm getting used to waking up. إذن أنا عم بحاول إني أصحو باكرا، يعني العمل under process أو trying لسه ما اكتمل نهائيا. إذن getting used to معناها عم بحاول. I'm getting used to walking up early. I'm getting used to walking up early. نأخذ أمثلة هنا. I visit Petra but now I don't. إذن I هنا used to. إذن هنا used to visit. الدليل أنها used to في الماضي ولكن الآن لا. إذن إن كنت أمارس العمل في الماضي وتركته الآن نستخدم used to. وأيضا هناك طريقة سهلة، هذه الـ I لا يوجد معها am، إذن هنا verb دون ing. She called me but now she doesn't. إذن she used to. Used to هنا she used to. لو قلنا she is بدل الشي، لو قلنا هنا she is، لو قلنا هنا she is، she is، she is، إياك أن تلعب بال used to. she is used to تبقى كما هي، هنا تصبح الكول calling، calling. إذا هنا أصبحت calling لوجود الـ is هنا، معناها أنها تعودت الآن على مكالمتي إن كان هذا واقع الحال، ولكن هنا لا توجد is ونقول she used to call me but now she doesn't. أرجو أن تكون الأمور واضحة وآسف جدا على الإطالة وعلى أن بعض الطلاب يشعرون بشيء من الملل، شيء من الملل. هنا I am، I am used to. طالما I am verb أو ing، إذن هنا تعودت على هذا الشيء. I'm used to playing tennis. ولا أقول I am used to play. I am used to play. إن أردتها play فيجب أن أضع I used to play وليس I am. طالما الـ I am موجودة هنا يجب الـ ing موجودة هنا ومعناها now، ومعناها now وليس في الماضي. He used to play chess، معناها في الماضي، تعود على أن يلعب الشطرنج. He used to playing chess، هنا أصبح يلعب الشطرنج ولم يكن يلعب. He used to play، ولكن ما الذي ينقصها هنا؟ He is used to. لاحظوا معي، He is used to. هذه مهمة جدا، إياكم أن تنسوها، وإن شاء الله أني أكون قد شرحت بطريقة يعني أقرب إلى الواقع وإلى المنطق وإلى المفهوم. وأرجو أن تحضروا الفيديو مرة ومرتين وثلاثة حتى تستوضحوا الأمور. وأسف جدا على الإطالة أيها الطلاب الأعزاء الذين يصابون بالملل وقالوا لي يا أستاذ أرجوك أن يكون الفيديو لا يزيد عن 5 دقائق، ماذا أفعل وما هو رأيكم؟ وهذا محدثكم الأستاذ زياد أبو غوش، أتمنى لكم كل المحبة والتوفيق، واللهم اجعلها صدقة جارية، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.